السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قطر وبقدم لكم قناتي مذكرة ممرض. عنوان الفيديو لهذا اليوم أشياء يود الممرض لو أن كل الناس تعرفها. كممرض مهما بلغت درجة الصداقة بيني وبينك، ومهما درجة احترامي إليك، ومهما درجة التقارب بيني وبين مريضي، في أشياء كثيرة أنا ما بقدر أقولها لحدا، لكن لازم يكون عندك شوية إحساس تفهمها لحالك. رقم واحد، أنا دايما مشغول، استحملني، أنا ما بضل قاعد بس أرد على التلفون وأشرب قهوة. لو أنت شفتني ماسك فنجان قهوة وبشربه، فأنا عامل 500,000 شغلة قبل ما أشربه، وقدامي 3 مليون شغلة لسه ما عملتهم. لو أنا كنت مبتسم فهذا مش معناته أن أنا متوتر لأقصى حد، ممكن أكون قرفان من البيت جاهز، وممكن أكون أول ما وصلت للشغل تبهدلت من مديرتي، وممكن أكون قرفان من حضرتك. فالابتسام هذا من صميم شغلي، واجب علي إذا كنت أنت محترم معي. لكن إذا أنا مبتسم معناته قلبي بارد وما بحس وإحنا بنموت ولا بتطلعوا فينا، لا، أصلا الابتسامة هي عشان تخفف عليك وجعك. كثير من الناس بيفهموا الدكتور أو الممرض على أنه قاس القلب أو ما عنده إحساس. الموضوع أنه أنا عندي مرضى كثير غيرك، ومضطر أوصل لك المعلومة بأسرع وقت ممكن. خلص انت عندك كذا، دواك كذا وكذا، سلام، عندي مريض غيرك. فهاي مش قلة ذوق، لكن زي ما بدي اساعدك بدي اساعد غيرك. النقطة بتواجهني انا نفسي بالعيادات، اللي هي وقت الانتظار في العيادة مش ذنبي. لما يكون الدكتور بيقدر يشوف 8 او 10 مرضى بالعيادة وحاطين على الليستة تبعه 45 مريض، وتيجي حضرتك تقول لي انا موعد 11، صارت 11 ونص لسه ما دخلتش. اوكي، في ناس تيجي بدون موعد، في ناس لازم اجي امبارح اليوم اتذكر. في عيادة الحروق مثلا اللي انا فيها، اللي احترق جمعة وسبت، انت بده يراجع، اول مرة براجع العيادة لازم تكون بدون موعد، راح يجي الاحد، فراح يكون في الاحد 10-15 واحد زيادة عن الليستة. لما نحجز للمرضى كل مرضى بنحط له 10-15 دقيقة، في مرضى باخد ساعة ساعة ونص بكون محروق كله. فوقت الانتظار في العيادة مش ذنبي. انت مش في بنك عشان تقول لي انا تأخرت 10 دقائق او ربع ساعة. انا ما راح اكون احن منك على نفسك او على ابنك او على مريضك. فلما اقول لك موعدك بكرة او موعدك اليوم الفلاني، يا ريت بس ما تغيب. لما تيجي تقول لي ما هو انا وما هو انا وتقعد تعتذر، انا مش راح اهتم بصحتك قد ما انت بتهتم فيها. فمش راح ازعل على واحد مش مهتم بمواعيده. رقم 6، حارتنا ضيقة وبنعرف بعضنا. يعني لا تقول لي انك ماشي على الدايت صح والسكر التراكم عندك 11، لا تقول لي انك ماشي على تعليمات الدكتور وفحوصاتك كلها مش طبيعية. درجة تأمينك الصحي ما إلها دخل بمستوى او نوع الخدمة اللي انا بقدمها لك. فانت معك تأمين او ما معك، انت جاي كاش او حساب شركة تأمين، انت متقاعد او موظف، انت خدام او وزير، حتى لو سجين جايين من السجن راح اعطيك نفس مستوى الرعاية الصحية اللي بعطيها لأي بني آدم. صدق أو لا تصدق، أنا بكره الكتابة والتسجيل والتوثيق، لكن التسجيل هذا جزء من شغلي. إحنا عندنا مبدأ اسمه نطرة نضن، يعني إذا ما كتبت الشغلة معناته أنا ما عملتها، ولو ارتفع علي قضية وانفتح ملف المريض ولقوا ما فيه ولا كلمة أنا راح أنحبس. هذا دليل براءتي. بدك تلاحظ إنه كل إشي بعمله بيمر في آلاف الطرق والقنوات، فكون صبور شوي. لما أقول لك الدكتور قرر لك دخول، مش معناته إنه 5 دقائق بتكون بالغرفة. في ممرض مسؤول عنك بده يستلمك، بدنا نبلغه. في دكتور بده يستلمك، بدي أبلغه. في مسؤول إدخال بده يعرف وين الغرفة الفاضية ويبلغني. في قسم طلع منه مريض بده ينظف مكانه ويستنى شوي لما ينشف السرير بعدين يقول لي جيبه. في مطبخ بده يجهز لك وجبة لازم أبلغه. فالموضوع مش 5 دقائق ويلا، لا، الموضوع مش سهل زي ما أنت متخيل. لازم أنسق مع أكثر من واحد عشان أعمل لك كل إجراء بالدنيا. ومهم جدا، انا ما بقدر اتحكم بسرعة الطرف التالي الي في السلسلة، فلما تتأخر بسبب واحد غيري اخرك لا تبهدلني انا. الناس اللي بتقول احنا بنموت وانتو ما بتهتموا، لعلمك لو انا كنت حساس زيادة عن اللزوم انت ما رح تستفيد، وانا ما رح اقدر اشتغل بشكل مثالي. انا كل يوم بموت عندي 1 او 2. انا عشان اشتغل مع الناس اللي لسه عايشة لازم اقدر اتماسك عشان اقدر اعطي للناس الموجودة. معلومة راح تصدمك، انه كل قسم ما بفهم بشغل غيره. فلا تيجي تسأل الممرض عن شغل المحاسبة، ولا تيجي تسأل الادخال عن شغل الطبيب.
لا تسأل غسيل الكلى عن شغل العناية المركزة، ولا تسأل الطابق عن شغل العمليات، ولا تسأل الطوارئ عن شغل التوليد. كل واحد ما بفهم إلا بالقسم اللي هو فيه. بدي أحكي لك كلمة وأنا عارف إنك مش راح تصدقها، أنا هون مش عشان الراتب، وجاي على المستشفى مش لإني ما بدي أقعد بدون وظيفة. ما في إنسان بيشتغل بمستشفى سواء كان ممرض أو طبيب أو أي مهنة ثانية إلا وبيشتغل في المستشفى لأنه بحب يساعد الناس. أكثر نقطة بترفع ضغطي، اوعى تقول لي انا اخو فلان صاحبك، او انا ابوي فلان صاحب ابوك، او اخوي صاحب اخوك، او تقول لي خذ هالتلفون كلم فلان. يعني هيك كأنك بتقول لي انه انت ما بتشتغل مظبوط وما بتتقي ربنا، بدك واسطة عشان تتطلع بوجوهنا او عشان تعطينا الدواء الصح او تعالجنا صح. ومهما كان في النهاية لن تتلقى الا الرعاية الطبية اللي انت بتستاهلها، وزيك زي غيرك ما في زيادة ابتسامة حتى. لو في أي نقاط أنا نسيت أذكرها اكتبوا لي تحت بالتعليقات، ولو بدكم نحكي في أي موضوع برضو اكتبوا لي بالتعليقات. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. السلام عليكم.